اجتماع سري وخاص للفصائل الموالية لإيران كشفت جميع تفاصيله، وأبرز تفاصيله انكشفت من هذا المعهد اللي هو معهد الماء الإسرائيلي. اليوم هو الذي كشف تفاصيل هذا الاجتماع وما دار في هذا الاجتماع. وإذا ما أردنا ندخل في تفاصيل ما كشف عن هذا الاجتماع، أولا بأن هذا الاجتماع هو صار في الداخل السوري من قبل هذه الفصائل الموالية لإيران. طبعا هذه هي الأراضي السورية، وهنا طبعا الحدود العراقية السورية، وفي الداخل السوري صار الاجتماع أصلا في مدينة تدمر، المدينة التي هاجمها سلاح الجو الإسرائيلي أصلا بهذا الاتجاه تقريبا من اتجاه قاعدة التنف، وضربوا أغلب المواقع التابعة للفصائل الموالية لإيران. وبعد ذلك صار الرد مباشرة طبعا بكل تأكيد على قاعدة التنف، وشهدنا ما شهدناه من طبيعة الهجوم لهذه الفصائل. الآن الاجتماع صار في تدمر، وصار بين ضباط للجيش العربي السوري مع ضباط في الحرس الثوري الإيراني من أجل الاتفاق على طبيعة الاحتياطات اللي دياخذوها أصلاً الفصائل الموالية لإيران من أجل تفادي الخسائر اللي ممكن أن تصير بسبب الضربة الأمريكية المتوقعة والتي تعهد بها الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل 48 ساعة من الآن. وبالتالي على هذا الأساس بالاتفاق اللي صار بينهم أنه أولاً هذه الفصائل قامت بإعادة انتشار واضحة جداً في المناطق اللي موجودة في سوريا، واتفقوا مع الجيش العربي السوري أنه ما يقتربون الجيش السوري من المناطق اللي موجودة بها الفصائل الموالية لإيران من أجل تفادي أي معلومات استخبارية ممكن أن يحصلون عليها الأمريكان أو الإسرائيليين، ويسلمون الإسرائيليين هذه المعلومات للأمريكان. عندهم طرقهم وأساليبهم في عملية الخلاص من كشف مواقعهم بشكل استخباري للولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها. فاتفقوا على هذا الأساس في ظل إعادة الانتشار اللي صارت، وكذلك معهد الما كشف بأن هنالك أيضا إعادة انتشار لمخازن السلاح لهذه الفصائل ومواقعهم هم أيضا صارت في شرق سوريا، وتحديدا في غرب نهر الفرات، في البوكمال، في حقيقة الميادين، دير الزور، وكل هذه المناطق اللي هم أصلا موجودين بها الفصائل الموالية لإيران بهذا الشكل. كذلك أيضا هنالك معلومات مثيرة أيضا نشرت من قبل المونيتر، كشفت من أين انطلقت الطائرات المسيرة التي هاجمت قاعدة التنف بكل قوة. وإذا ما جينا إلى تفاصيل أيضا ما كشفته المونيتر حول هذا الموضوع، من 5 طائرات، كل التقارير أكدت أن 5 طائرات هي التي استهدفت قاعدة التنف. الآن اللي تأكد من المونيتر بأن 4 من هذه الطائرات المسيرة هي جاءت من داخل الأراضي السورية، وجاءت من منطقة هذه هي البوكمال التي ترونها هنا، وهذه هي طبعا الحدود العراقية السورية. المنطقة اللي اجت وانطلقت منها الطائرات المسيرة هي تبعد غرب البوكمال، باتجاه غرب البوكمال تبعد من 15 إلى 20 كيلومتر تقريبا، وهذا يضعنا أمام فد منطقة مثيرة للغاية. طبعا هنالك 5 كيلومتر فرق بتقديرات المونيتر والمصدر اللي أوصل لهم هذه المعلومات، ولكن نحن هنا تقريبا أمام منطقة اسمها بادية الجلاء. ولماذا بادية الجلاء تحديدا اللي هي الأقرب بأن تكون هي فعلا المنطقة التي انطلقت منها الطائرات المسيرة؟ لأن أولا هذه المنطقة هي معروفة بأن ميليشيات الموالية لإيران موجودين هناك بشكل كبير، كذلك أنه كانت هنالك ضربات غامضة جاءت متهمة بها طبعا إسرائيل بشكل مباشر، هي أصلا تمت في هذه المنطقة في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مكان. وإذا ما توجهنا إلى القمر الصناعي فسنلاحظ بأن هذه المنطقة إلى غرب البوكمال من 15 إلى 20 كيلومتر هي الوحيدة اللي بها البيوت بهذا الاتجاه، اللي هي طبعا بالتماس وعلى التماس مع الصحراء اللي هي تتوجه مباشرة إلى قاعدة التنف. فممكن الطائرات المسيرة تنطلق من أي مكان، فعلا ممكن أن تنطلق من هذه المنازل، لأن الحديث بهذا التقرير بأنها جاءت من مكان بناس مدنيين، ممكن أن تكون تنطلق من هذا الاتجاه بكل تأكيد. ولكن ما يرشح بأن تكون هذه المنطقة هي على الأغلب التي انطلقت منها الطائرات المسيرة بحسب هذه التقديرات من المونيتر هي عدد من الأمور. أولا هذه المناطق الزراعية التي نراها بيناتها مسافة بين هذه حقيقة الأماكن اللي موجودين بها الناس المدنيين، إنه المسافة اللي موجودة لهذه المناطق الزراعية تصل إلى 2.2 كيلومتر، ليست بالمسافة القليلة. بالإضافة إلى ذلك إنه ليس هنالك منطق للطائرات المسيرة أن تنطلق من هذا الاتجاه على سبيل المثال وتذهب إلى قاعدة التنف بهذا الاتجاه، لأن
أننا نتحدث عن طائرة مسيرة مفخخة ممكن أن توقع على الناس مباشرة. بالإضافة إلى ذلك سيزيدون ويزيدون شهود العيان على طبيعة من أين انطلقت وهم رايديها سرية. على هذا الأساس الأفضل أنك تبتعد وتقلل من شهود العيان اللي ممكن يشوفون عملية إطلاق هذه الطائرات. إضافة إلى ذلك أنك تختصر على نفسك مسافة 2.2 كيلومتر على الرغم من بعد هذه المسافة، لكن أنت يجب أن تختصرها، فهذا هو اللي يرشح أن تكون فعلا هذه النقطة أو نقاط قريبة هي التي انطلقت منها الطائرات المسيرة. وحتى هذه البيوت هنا الموجودة في الوسط في وسط هذه المناطق الزراعية هي تبعد تقريبا 1.7 كيلومتر، وهذه مسافة أيضا يجب أن تختصر. بغض النظر عن ذلك أن هذه المسافة التي نتحدث عنها من 15 إلى 20 كيلومتر غرب البوكمال هي تضع مسافة مهمة جدا بالنسبة لقاعدة التنافية، تعني بأن الطائرات المسيرة انطلقت وقطعت 232 كيلومتر مسافة من أجل أن تضرب هذه القاعدة. وطبعا الطائرات المسيرة تصل مسافاتها الآن إلى 1000 كيلومتر على أقل تقدير، وحتى 500 كيلومتر تستطيع ضرب أهدافها بشكل دقيق، وهذا ما شهدناه. ولكن أيضا هنالك قضية مثيرة، أنه من انضربت قاعدة التنف كان الكلام عن 5 طائرات مسيرة كما تحدثنا، أنه 3 جاءت من الداخل العراقي وطائرتان جاءت من سوريا. الآن هذا الكلام من المونيتر اختلفت به الأمور وأكد بأنه 4 طائرات هي اللي انطلقت، مما يعني بأن طائرة واحدة قد تكون أتت من العراق من أجل فقط تشتيت الدفاعات اللي موجودة في قاعدة التنف التي ظهرت بأنه ليس هنالك دفاعات وضربت أهدافها بشكل دقيق. وعندما نتحدث عن 4 طائرات هنا معناتها أنه 80% من الضربة والهجوم اللي صار على قاعدة التنف هي جاءت من الداخل السوري، وهذا يرشح بأنه ليش الولايات المتحدة الأمريكية ممكن جدا نستطيع أن نقول ستضرب في الداخل السوري وستكتفي بضربة إلى البوكمال، وهذه المناطق اللي موجودة هي شرق سوريا وغرب نهر الفرات هي التي ستكتفي بهذه الضربة. سنرى ما الذي سيحدث بكل تأكيد. ولكن هنالك معلومة أيضا مثيرة ذكرها المونيتر على هذا الأساس، كشفوها عن طبيعة من كان واقفا ومن كان حاضرا أثناء إطلاق هذه الطائرات المسيرة، وفيها أيضا تعاون مثير للغاية يجب أن ننتبه إليه، أنه تعاون صار وأنه كانوا الحاضرين من في عملية إطلاق هذه الطائرات بحسب المونيتر هي ضباط من الحرس الثورية الإيراني وكذلك ضباطا من الجيش العربي السوري وتحديدا من الفرقة الرابعة المدرعة، والفرقة الرابعة المدرعة يقودها ماهر الأسد اللي هو شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، يقودها من عام 2018. وبالتالي هنالك تورط في هذه القضية بحسب المونيتر وبحسب ما ذكرته من المصدر الذي تحصلت عليه بكل تأكيد. يعني دعونا نرى ما الذي قالته هنا المونيتر على هذا الأساس. كان من بين الحاضرين في الإطلاق مسؤولون من الحرس الثوري الإيراني وضباطا في الحكومة السورية من الفرقة الرابعة المدرعة. كذلك هنالك أمر صار أيضا يوم أمس، نشر بني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي أنه هم سووا اجتماع عسكري واضح مباشر ضد إيران، وسوى هذا الاجتماع وزير الدفاع الإسرائيلي مع دان شابيرو. دان شابيرو هو عين أصلا بايدن للتنسيق بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استهداف بشأن قضية إيران، وأكد بني جانتس أنه هذا الاجتماع من خلال تغريدة مباشرة ورسمية أنه صار على القضايا النووية التي تجري وتطور النووية الإيراني، وكذلك بما أسماه وكما أسماه هي العدوان الإقليمي، وهذا طبعا يؤشر تماما على قضية سوريا. فقد نكون هنا أمام اللمسات الأخيرة لطبيعة الضربة التي تحضر إليها الولايات المتحدة الأمريكية وكما تعهد الرئيس بايدن بالقيام به. كذلك أيضا يجب أن ننظر إلى قضية أنه الإسرائيليين على الرغم من كل هذه الترتيبات مع الأمريكان إلا أنهم منزعجين، منزعجون تماما. الأوساط الإسرائيلية مثل هارت، مثل أعضاء في الكنيسة الإسرائيلي سابقين منزعجون تماما من أن الأمور لا تسير في طريق إسرائيل رغم كل هذا الكلام الذي نتحدث عنه. الأمور هي تسير في مصلحة إيران بشكل كبير. يعني الآن الأوساط الإسرائيلية مثل هارت أو غيرها الآن تتحدث منذ يوم أمس، هي تقول بأنه رغم كل الضغط على إيران وعلى البنى التحتية والهجمات السبرانية على القضية النووية ومئات الهجمات والعمليات والغارات اللي سووها أصلا على الداخل السوري، لكن لم يغير ذلك شيئا، تمسك وسيطرة الفصائل الموالية لإيران مستمرة ومتصاعدة، ومستمرة عمليات تهريب السلاح إلى حزب الله اللبناني وانتقال قيادات حزب الله اللبناني إلى الداخل السوري،
أيضا الإيرانيين مستمرين هم بدأوا يفرضون شروطهم على الولايات المتحدة الأمريكية في قضية المفاوضات النووية والأمور النووية في تصعيد كبير، وكذلك في نوع من الاستهزاء في الأوساط الآن الإسرائيلية. يعني ترى كل الاستراتيجيات لم تكن صحيحة، إلى درجة أنه حتى الهجوم السبراني بغض النظر إذا كان هو تم على محطات الوقود اللي موجودة في إيران، تم من إسرائيل أو من أطراف داخلية، أن الطوابير على محطات الوقود لن تغير أي شيء من طبيعة عناد إيران، بل أنه رح يزيد من شعبيته بحسب اعتقادها آرت على سبيل المثال. وأنه دي يشوفون يعني كل الضغط والضغوط القصوى التي جاءت من دونالد ترامب لم تغير شيئا، إيران تحملت ضغوط ترامب، فما بالك بطوابير يعني موجودة والاستراتيجية الجديدة لإسرائيل هي من أجل طبعا الضرب الطبقة الوسطى اللي موجودة في إيران، من أجل أنها الطبقة الوسطى تضغط على إيران من أجل تحقيق المكاسب. فلذلك هنالك عملية استياء واضحة جدا، وجزء من هذا الاستياء هو طبيعة الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في طبيعة هذه الأمور والتخطيط لهذه الأمور.